اور اب میں تلاوت کے لیے ادارہ حاضر کے طالب علم حافظ صابر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام مجید ارشاد فرمائے. حافظ صابر. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من
كذبت ثمود بطغواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فتندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم.